بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 96 بعد 130، ونحن نتناول آيات من سورة الحج. وقد وقفنا عند قوله تعالى في الآية 46: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل أنا في إيدي أخلي قلبي مفتح وقلبي أعمى؟ طب هل قلبي ممكن يعمى؟ إمتى قلبي يبقى أعمى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء على قلبه، فإذا تاب واستغفر محيط. يعمل ذنب نكت نكتة سوداء، فإذا عاد إلى الذنب نكت نكتة سوداء، خلاص. فمن كثرة الذنوب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، فمن كثرة الذنوب يصبح على القلب ران أسود، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران الأسود غلاف من كثرة الذنوب يمنع وصول الحكمة إلى القلب. إن القلوب لتصدأ. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله والاستغفار. إذن قلبي هيصدأ مني، قلبي مقفول، قلبي بقى أعمى. إيه اللي خلى قلبي أعمى وضميري مات؟ قلبي أعمى وضميري مات إني ما أذكرش الله، قلبي أعمى وضميري مات إني ما بصليش. للأسف الشديد في هذا القرن تلاقي بيوت كثيرة لا تصلي في شهر رمضان، مش عايز أقول آلاف مؤلفة في الشوارع لا تصوم، بيوت كثيرة لا تصلي، كأن الصلاة والصوم دول حاجة بالمزاج، صلي أو لا تصليش. بالله عليك حد ما بيصليش وبيصوم هيبقى قلبه نقي وأبيض؟ ده العبد بياخد نفس سيجارة سيئة، مفيش حد بياخد نفس سيجارة وبعدين يستغفر، نفس كمان سيئة، نفس كمان سيئة، بعد السيجارة خد كم نفس وكم سيئة؟ السيئات دي بوظت القلب ولا بوظت الكلى ولا بوظت الرئة؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.